لليوم الخامس على التوالي لا تزال جهود البحث عن جثة الرضيع محبوب ساجد هنا على مستوى واد الشارف ببلدية الزوابي في ولاية سقهراس متواصلة على أكثر من صعيد، حيث جندت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني المزيد من الإمكانيات المادية والبشرية للمشاركة في عملية البحث والانتشال، بينما حلقت فوق أجواء واد الشارف المروحية التابعة للقيادة الجهوية الخامسة للدرك الوطني بقسنطينة. سخرت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسقهراس كافة الإمكانيات البشرية والمادية من أجل انتشال هذا الرضيع وإرجاعه إلى ذويه. تمثلت الإمكانيات البشرية والمادية في جميع الوحدات الإقليمية التابعة لولاية لمجموعة الإقليمية بسقهراس حتى العثور على الطفل المفقود وإرجاعه إلى ذويه. مشاهد معبرة تعكس مدى تضامن المواطنين في مثل هذه الحوادث المأساوية، في حين تنقلت السلطات المدنية والعسكرية إلى واد الشارف للوقوف على حجم الإمكانيات المادية والبشرية المسخرة للعثور على جثة الرضيع ساجد محبوبي. نتحلوا بالصبر والشجاعة، والدولة راهي واقفة بكل وسائل البشرية والمادية، كل مجهودات ما ناش حابسين حتى نوصلوا النتيجة إن شاء الله. وبرغم اتساع رقعة الأوحال والردوم على طول واد الشارف الذي لم تغمره مياه الأمطار منذ 3 سنوات، المواطنون بمعية أعوان الحماية المدنية والدرك الوطني مجندون يوميا في حادثة جعلت شباب وأهالي المنطقة متضامنون، كل على حدة نحو أمل العثور على الرضيع المفقود.